بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس بتشتكي ان كلمة خير مش ايه؟ مش بتكون واضحة، فانا بقول بخير اهو يا جماعة، تمام؟ كل سنة وانتم طيبين. جميل. المرة اللي فاتت تمام؟ اتكلمنا عن ان احنا عندنا مجموعة من الكومبوننت، المفروض الكومبوننت ديت ما تظهرش غير لما اكون عامل لوجن. لو مش عامل لوجن بيعمل لي نافيجيت باي يو ار ال لايه؟ للكومبوننت الخاصه باللوجن. فنيجي نشوف، اتكلمنا طبعا عن السيناريو بتاعنا المره اللي فاتت، شفناه ماشي ازاي وهندلناه، مفيش مشكله. تمام. عاوزين بقى نشوف الكودنج هيمشي ازاي. تمام. نقفل ده كله او خلي بس الايه؟ الاي بي بي ميديو. تمام. انا هروح في السيرفيس، تمام، حكاريت دايركتوري او فولدر هسميه ايه؟ اكتف، تمام، او اكتيفيتد. تمام، اكتيفيتد. تمام، اكتيفيتد من ما اسمها ان في كومبوننت ليها اكتيف وكومبوننت مش اكتيف. على سبيل المثال ان مجموعه الكومبوننت ديت ساعات بتكون اكتيف في مرحله ومرحله ثانيه مش اكتيف. بتكون اكتيف لو انت عامل لوجن، مش اكتيف لو انت مش عامل لوجن. معنى كلمه اكتيف ان مسموح الدخول عليها، يعني المجموعة الكومبوننت ديت مسموح الدخول عليها في حاله انك عامل لوجن، لكن لو في حاله انك مش عامل لوجن اذا نوت اكتيفيتد، مش ليك الاحقيه انك تخش عليها. حلو. فانا هروح هنا اول حاجه، ركزوا معايا كويس. انا هنا الفلتر بتاعي، هرجع بس الفلتر بتاعي ثواني. ده الفلتر بتاعي، تمام. الفلتر بتاعي هيكون عباره عن ايه؟ ان انا بعت ريكويست اجيب كومبوننت معينه، صح؟ الفلتر ده بيعمل حاجتين. اول حاجه، لا اما هيعديك في حاله انك عامل لوجن، هيعديك ويقول لك تمام خش البيت بيتك، لا اما مش هيعديك ويعمل لك نافيجيت باي يو ار ال للوجن، تمام؟ لو هيعديك اذا ترو، تمام؟ مش هيعديك فولس، تمام؟ حلو قوي. اذا لو عداك وانت عامل فعلا لوجن هيقول لك ترو ويوديك للكومبوننت الخاصه بيك اللي انت ايه طالبها، تمام. لو انت مش عامل لوجن هيرجع فولس ويوديك على الايه، على اللوجن. هنعملها ازاي ديت؟ ركزوا معايا. في الاكتيفيتد هقول له اوبن ان تيرمينال، تمام، ونكلد سيرفيس. هقول له ان جي جنريت سيرفيس زي ما تعودنا كتير. هقول له ايه؟ روت اكتيفيت. صعبة؟ مش صعبة. عاوز تكتب الاسم زي ما انت حابب اكتب يا جماعة، بس بتدل على معناها، ده بيكون ايه؟ شيء افضل، تمام. انت كريت للسيرفيس، تمام، اهو هخش هناك هلاقي السيرفيس بتاعتها اهي، هفتحها عشان اخليها فلتر. طبعا هنا المفروض في ايه، تمام. هعمل ريفاكتور رينيم، هقول له هنا في ايه؟ اكتف اي سي تي اي في اي، تمام. ريفاكتور يس، طبعا مش عاوز يعمل ريفاكتور، خلاص سيبها زي ما هي. المفروض هنا في اكتف في اي ايا كان عشان بس ما بوظش الدنيا، تمام. هنعمل ايه؟ بكل بساطه عشان اخلي الفلتر بتاعي ده اكتف، تمام، عشان اخليه اكتف هعمل ايه؟ لازم اعمل امبلمنت، تمام، من انترفيس مهم جدا اسمه كان اكتيفيت، تمام. اول ما اعمل امبلمنت من انترفيس زي ما انت عارف بتعمل ايه؟ اوفررايد على كل الايه؟ الفانكشن اللي عندك. عندك فانكشن واحده اللي هي ديت هتعمل لها ايه؟ اكتيفيت، قصدي هتعمل لها امبلمنت، تمام. اهو طبعا بتعمل امبورت، اهو بعمل امبورت، بعمل امبورت في حاجه، خلاص كده عملت امبورت كله، تمام. حلو. المفروض الفلتر ده بيعمل ايه؟ زي ما قلنا في حاله انك عامل لوجن هيدخلك على الكومبوننت ويرجع لك ترو زي ما شرحنا.
في حاله انك عامل لوجن الفلتر هيرجع لك ترو ويقول لك خش على الكومبوننت يا باشا. تمام. في حاله انك مش عامل لوجن لا هيعمل نافيجيت باي يو ار ال ويرجع ايه فولس. فبكل بساطه بكل بساطه هقول له ايه؟ انا عاوز اعرف هو لوجن ولا لا؟ اذا هعمل انجكت. تمام؟ طبعا في هنا ايرور. تمام؟ لان المفروض ادخل ارجع ريتيرن. تمام؟ خلينا نعمل ريتيرن بس وهي ايه؟ ايرور ده هيروح. هقول له اف عاوز اعمل اشوف هل هو لوجن ولا لا؟ اذا عليا بالسيرفيس بتاعتي اللي هي ايه؟ مش انترسبتور اللي هي الاوثنتيكيشن عشان اجيب منها اللوجن اهو. هاخدها ايه؟ كنترول سي. هقول له هنا برايفت اي يو تي اتش مجرد اسم مش اكتر اهو وهعمل امبورت. هقول له والله لو هو لوجن اهو ده هو ايه لوجن از لوجن. تمام هتعمل ايه؟ والله لو هو فعلا لوجن هريترن ترو. كمل يا باشا وخش على الكومبوننت انت عاوزه. تمام هكمل هنا طبعا ريتيرن ترو مش هيكمل اي حاجه بعديها. يعني هو لو دخل هنا بعد الريتيرن لو في اي حاجه هنا مش هيكملها. تمام ما دخلش هنا اذا هيكمل ايه اللي تحتيه. تمام لو هو بقى مش لوجن لو هو مش لوجن هقول له طبعا عاوزين نعمل هنا انجكت الاول للراوتر عشان نعمل نافيجيت باي يو ار ال. هقول له برايفت برايفت ايه برايفت راوت او راوتر اوف راوتر برايفت طبعا في نقطتين اوف ايه اوف راوتر. تمام هقول له هنا ذس دوت راوتر دوت نافيجيت باي يو ار ال روح لي يا باشا على اللوجن. تمام وهقول له ايه وهقول له ريتيرن فولس. اذا كل اللي انا عملته ان انا قلت له لو هو لوجن رجع لي ترو معناها كمل لي يا باشا وكمل الاكتيفيت وخش على الكومبوننت انت عاوزها زي ما شرحنا هنا بالظبط. هنا اهو قلت له لو هو تمام عامل لوجن تمام عديه ورجع لي ترو ده اللي احنا عملناه اهو. تمام خلاص لو دخل هنا مش هيكمل انا عملت ريتيرن خلاص. طب ما دخلش هنا هو مش لوجن هعمل نافيجيت باي يو ار ال لوجن وريتيرن فولس. تمام تمام نروح كده نشوف هل اشتغلت ولا لا. هروح اهو لللوجن. تمام اللوجن اهي. تمام لو رحت للاوردرز ايه ده لسه بيعرضها. لو رحت للتشيك اوت اهو ده لسه بيعرضها. اذا لسه ما اشتغلتش. ايوه لسه ما اشتغلتش. انت دلوقتي عملت ايه؟ انت عملت الفلتر بتاعك عملته وخلصته وهندلته. تمام لازم بقى ايه تطبق الحاجات ديت على الكومبوننت بتاعتك. فهتيجي هنا في الاي بي بي مديول لما كنا مكريتين الروتس بتاعتنا كنا بنديله بات والكلام ده كله. سيبك من لوجن وساين اب دلوقتي خلينا نخش على الكومبوننت اللي المفروض ما اخش عليها غير وانت عامل ايه غير وانت عامل لوجن. تمام هنعمل ايه بكل بساطه هعمل هنا اهو اهو بعد الكومبوننت اهو هقول له هنا كان اكتيفيت عندي اتريبيوت اسمه كان اكتيفيت نقطتين فوق بعض هفتح الري واقول له ايه لوجن مش لوجن بقى اسمه ايه اسمه راوت اكتيفيت هاخدها اهي اسمها اهي واحطه هنا واعمل ايه امبورت. تمام اذا كده انا بطبق الفلتر بتاعي على الكومبوننت بتاعت الشيك اوت وهنا كذلك وهنا كذلك وهنا كذلك وهنا كذلك كذلك كذلك. تمام تمام في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. كده انا عملت الراوتر بتاعي كده قصدي عملت قصدي عملت الفلتر بتاعي وهندلته وكده طبقته. نيجي نجرب نيجي نجرب. بصوا معايا بقى شايفين كان الشيك اوت موجوده هو عمل لي نافيجيت باي يو ار ال على طول. تمام لو رحت كتبت هنا بص الشيك اوت مش راضي وداني على ايه وداني على اللوجن. تمام لو عملت هنا اوردر اهو اوردر برده مش راضي
لازم اعمل ايه؟ لوجن. اذا الموضوع تمام، طب نعمل لوجن نتاكد. احمد ات جيميل دوت كوم، تمام. هعمل ايه؟ 2 4 6 8 لا 6 7 8 9 10. نعمل لوجن، شايفين اهو ودينا على كله، مفيش مشكله اهو. الكاتيجوري لو رحت للتشيك اوت اهي، عملت اد، هروح على التشيك اوت اهي، تمام كله تمام. طب عملت لوج اوت، عملت لوج اوت، هروح على التشيك اوت كده، لا بيقول لي لازم تعمل ايه؟ لوجن. اذا اللي احنا شرحناه اهو ان احنا ده فلتر بيتشيك على الريكوست راح للكومبوننت، لو لقاه عامل لوجن هيرجع ترو ويقول له كمل يا باشا، كمل روح على الكومبوننت بتاعتك، تمام. لو ما انتش عامل لوجن، لا هعمل لك نافيجيت باي يو ار ال لللوجن وارجع لك فولس. ده اللي احنا عملناه هنا بالظبط، ولا اكتر ولا اقل، تمام كده. احنا هندلنا الدنيا بتاعتنا وكل حاجه تمام 10 على 10. فاضل حاجه اللي هي، ركزوا معايا طبعا، انا قاعد هنا للمشاكل، تمام، اطلع لكم مشاكل ونحلها. المشكله اللي لها الدور ان انا عملت لوجن احمد اد جيميل دوت كوم اهو، تمام، وعملت 6 7 8 9 10 وعملت لوجن، تمام. دلوقتي انا عامل لوجن، هل الفورمه بتاعت كرييت اكونت او اللوجن تنفع تظهر دلوقتي؟ لا طبعا، انا عامل لوجن اصلا، فانا لو كتبت هنا لوجن هيعرضها لي وده غلط. هل ينفع يعرض اللوجن وانا اصلا عامل لوجن؟ هل ينفع يعرض كرييت اكونت وانا عامل كرييت اكونت؟ لا طبعا. حلو، نهندلها ازاي؟ بصوا معايا، بصوا معايا، انا لو رحت هنا هعمل حركه بسيطه. هو هنا قلت له في حاله انه عامل لوجن عدهولي، انا هقول له إلس. إلس ايه؟ ما هو لو مش عامل لوجن اذا هو ايه؟ هو مش عامل لوجن. فلو مش عامل لوجن هعمل نافيجيت باي يو ار ال، تمام، واعمل ريتيرن فولز. خلينا بس هنا نمسح الإلس، تمام. احنا قلنا لو هو لوجن هعديه يخش على الكومنت تحته، تمام. طب لو هو مش لوجن، لو هو لوجن هيعدي، لو هو مش لوجن هيوديني على ايه؟ على اللوجن بتاعتي، تمام. انا عاوز في حاله انه، في حاله انه ايه؟ انه لوجن ما يعرضليش ايه؟ اللوجن بتاعتي، تمام. فبكل بساطه احنا ممكن نعمل حركه ظريفه لطيفه اللي هي ازاي؟ انا هكريت راوتر اكتيفيت خاصين بس بايه؟ بالاثنين دول. فلتر تاني خاص بالاثنين دول، كده انا عملت فلتر خاص بايه؟ بدول، صح؟ اللي هم ايه؟ دول، وهندلناهم و10 على 10 وتمام واشتغلت وفهمناهم. نعمل ايه؟ اكتيفيت تاني لللوجن، اه هقول نيو او اوبن ان تيرمينال، هقول له ان جي جنريت سيرفيس، هقول له ايه؟ لوجن اكتيف او اكتيفيتد زي ما انت حابب، خليها اكتيف وخلاص، تمام. نفس اللي عملته هنا في الراوتر اكتيفيت، هاخد دول هعملهم انجكت على طول اهو، تمام. ده اول حاجه، هفتح اللوجن اكتيفيت اهو، هعمل لهم انجكت، تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه هعمل امبلمنت اهو، تمام. نقفل ايه؟ الراوتر اكتف القديمه اللي هو الفلتر القديم، ونشتغل على الفلتر الجديد. نعمل بس اوفررايد، تمام، اهو دي الفانكشن بتاعتي، نشوف هنقدر نعمل فيها ايه، تمام. اهو هعمل امبورت 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 وايه وامبورت، جميل. بصوا معايا، انا هفتح الراوتر القديم عشان تشوف الفرق. حاجه اقول له اف، اف ايه؟ اف الاوث دوت، تمام، اد لوجن، في حاله انه عامل لوجن. ركز معايا، في حاله انه عامل لوجن هقول له الراوتر بتاعي دوت نافيجيت الراوتر بتاعي ذس دوت راوتر دوت نافيجيت باي يو ار ال للايه؟ للاوردر، تمام.
وهرجع ايه؟ هرجع فولس. تمام؟ تمام. غير كده هقول له ريتيرن ترو. واحد يقول لي استنى استنى انت لخبطتني انا مش فاهم اللي انت عملته. هقول لك يا عم مش انت فاهم اول فلتر؟ اه يا عم فاهمه. تمام، لو في حاله اللوجن هيرجع ترو ويعديك للكومبوننت. لو مش عامل لوجن وانت طلبت كومبوننت مش ما ينفعش تطلبها وانت مش عامل لوجن، هيعمل لك تفجيت باي للوجن عشان تقدر تعمل لوجن. حلو. طب ديت خاصه بالايه؟ بص خاصه بالساين اب واللوجن. تمام، هو المفروض الساين اب واللوجن يظهروا امتى؟ يظهروا في حاله ان انا مش عامل لوجن، في حاله ان انا عامل ايه؟ لوج اوت، اللي انا بره. تمام، فانا قلت له بكل بساطه لو هو فعلا عامل لوجن تمام وطلب، بص معايا فيديول. تمام، لو هو طلب اللوجن بتاعتي او الساين اب بتاعتي تمام، شوفوا لو هو لوجن لا ما تبعتهالهوش. مش انا لو هنا عندي صفحه اللوجن وكريت اكونت والساين اب، دول المفروض اخش لهم امتى؟ اخش لهم لو انا عامل ايه؟ لو انا عامل لوج اوت، لو انا بره لسه ما عملتش لوجن. تمام، اذا دول اقدر اخش لهم لو انا مش عامل لوجن. حلو، اللي انا قلته لو انا بقى عامل لوجن، لو انا عامل لوجن ما ينفعش اخش لهم، لو انا عامل لوجن ما ينفعش اروح لهم لان انا اوريدي اصلا عامل لوجن. هو انا لو عامل لوجن هل ينفع اروح اعمل لوجن ثاني او اروح اعمل كريت اكونت؟ لا. اذا قلت له لو هو عامل لوجن اعمل لي نافيجيت باي يو ار ال الاوردر وديه على المين بيج. تمام، وديه على ايه؟ على المين بيج باك سلاش اوردر، اللي هي ايه؟ اللي هي الكومبوننت ديت اوردر ده اهي، ودي لي عليها. حلو، طيب ورجع لي ايه؟ فولس، ما تعدهوش. طيب لو هو بقى مش عامل لوجن خلاص رجعها له عشان يعمل ايه؟ لوجن. حلو، هروح على الاي بي مديول كالعاده، هنيجي بقى هنا هقول له ايه؟ كان اكتيفيت، افتح الاريت بتوعي هقول له ايه؟ هقول له لوجن اكتيفيت سيرفيس اهو. حلو، واعمل ايه؟ امبورت، هاخدها اهي كنترول سي وهاجي هنا اهو احطه، مفيش مشكله. نيجي نجرب كده، بص معايا بقى لو رحت طلبت اللوجن، بص شوف ودينا على ايه؟ على الايه؟ على اللوجن. لو رحت هنا اهو خلينا نطلب اللوجن تاني اهو، لوجن، شايفين لوجن راح موديني فين؟ على الاوردر، لان انا عامل لوجن، انا اوريدي عامل لوجن، هروح للوجن ازاي؟ ما ينفعش. تمام، لو جربنا برضو اللي هي الايه؟ الساين اب اهو، لو رحت عملت هنا ايه؟ ساين اب وداني برضو على ايه؟ على الاوردر. تمام، لو عملت لوج اوت شايفين اهو جاب لي اللوجن والساين اب اهي برضو اهي عرض هادي. لكن لو رحت على الاوردرز لا ما ينفعش، لازم تعمل ايه؟ لوجن. اذا الابلكيشن بتاعنا كده يعتبر بقى ايه؟ متكامل. كده كل حاجه اتهندلت ما بين السبرينج والانجولر، الدنيا تمام، الدنيا بسيطه، الدنيا لذيذه وممتعه. الاثنين لذيذه وممتعه. حلو، هروح هنا اهو اعمل ايشو، خليني اقول له ايه؟ اقول له لوجن اكتيفيت سيرفيس اند ايه؟ رويت اكتيفيت سيرفيس اهو، اساين يور سيلف، سبميت نيو ايشيو، كنترول سي، هروح هناك كليك يمين جيت اد في سي اس كوميت، كنترول في كلوزز كوميت اند بوش، هستنى لما يعمل بوشنج. خلاص البوشنج هروح هناك كلوز وكوميت وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه كل فيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.